الخارجي. نعم. والزيارات الميدانية هذه تشكل أو تعد أحد أدوات الانفتاح على العالم الخارجي، فلا بد فعليا من القيام بها بشكل دوري، ولا بد فعليا من القيام بها بشكل صحيح ومنهجي وشكل قادر على أن يبحث وأن يطلع على، خلينا نحكي، خفايا الأمور التي قد تكون قد تحدث في بعض الأحيان. نعم. في بعض هذه طيب المراكز. أستاذ